نحل النهارده مع بعض تقييم بريمير شمان لجوزيان بريمير مات، والتقييم ده كله على الرسم البياني، فكنتوا طالبين مني شرح للرسم البياني، فاللي حابب يعرف الرسم البياني بيتحل ازاي يتابع الفيديو، واللي برضو مهتم بالتقييم يتابع الفيديو. الرسم البياني ليه كذا شكل او كذا نوع من الاكزرسيس، هنحل كل الانواع على الدرس ده. هنبدأ بنيميرو 1، كونتي لي زاليمون سويفون بي انريجستري لو نومبر دون لو تابلو سويفون. يبقى هو هنا مطلوب مني ان انا اعمل كومبليت للتابلو اللي قدامي. بعمل له كومبليت ازاي؟ بعمل ايه؟ بعمل كونتي. يعني ايه كونتي؟ يعني عد. يبقى هو جايب لي ديسان او فيجور زي ما هو مرسوم قدامي، وانا هعمل ايه؟ هعد الفيجور دي. هبدأ بالبوسان 1 2 3 4. يبقى انا عندي 4 بوسان. J'écris ici 4. La figure a pris 1, 2, 3, 4. طب أنا ليه بعمل بار؟ عشان ما أرجعش أعده تاني، أنا يتزغلل أتلخبط، يبقى ماشية مظبوط. glass 1, 2. voiture 1, 2, 3. يبقى اللي فاضل هو avion. نيجي للجزء الثاني، وبيجيب لي رسمة كولوم، كولوم يعني اللي هي العمود، أعمل له كولوريه. ساعات هو بيجيبه كولوريه وأنا أعمل كومبليت، وساعات هو بيطلب مني أعمل كولوريه. هنا هو عايزني أعمل كولوريه لكولوم سولون لتابلو بريسيدون، حسب التابلو اللي فيه. فعندي الديسان أهي بتاعتي اللي أنا طلعت الأرقام بتاعتها، وفي الجنب مكتوب من زيرو لسيس اللي هو التدرج الأرقام. معنى كده إن كل كاري، كل مربع أو كل ريكتونج بآن، كل واحد منهم افيك او بيساوي انجل. هنبدا كده ببوسان. البوسان كان عندي 4، يبقى جو كولوري 4. 1 2 3 4. جلاس، جلاس كانت 2 1 2 ابري 4. ممكن نغير كولور اهو. 1 2 3 4. فواتور 3 1 2 3. وافيون 1 1. كده on a fini exercice. On a terminé exercice. Exercice 2. Complétez le tableau suivant de la représentation graphique d'un noir التاني اللي قلت لكم عليه. هو بيجيبه متلون، كولوري جاهز، وانا اعمل كومبليت. طيب بعرف منين؟ بعرف من اعد الريكتانجل، او ببقى ماسكه الرجل بتاعتي واشوف هو واقف عند نيميرو ايه، هو واقف عند رقم كام، هو كده واقف عند رقم كام. يبقى عندكم طريقتين، يعني عد الريكتانجل او الكاري كولوري، او ان انا اشوف هو واقف فين. سافا. طيب هنا عندي في فوي فوي بريفيري ونمبر ديليف. اول حاجه بوم، سينك، أورانج، دو، باستيك، نف، أنانا، سيس، فريز، ويت. كده أنا عملت كومبليت للتمرين. Exercice 3. Comptez les animaux du zoo puis tracez le nombre en colonne. هنا مطلوب مني كونتي وتراسي، يعني اعمل كولوري واعمل كونتي الاول. وعندي اشكال، خلي بالكم انه ساعات بتتلخبطوا والاشكال كتير كده. On commence par le lion. Il y a combien de lions? 1 2 3 4 5 6. هنا عندي 6 lions. Ours 1 2 3 4 5. Éléphant 1 2 3 4 éléphants. Zèbre 1 2 Deuxième étape, عامل ايه؟
ليون عندي 6 اهو الديسان دو ليون، هعد 1 2 3 4 5 6. مش عايزين كولور، مش عايزين تعملوا كونتي، ممكن نقف بالرجل هنا، الاقي فعلا ان انا وصلت ل 6. إليفون 4 1 2 3 4 أورس 5 1 2 3 4 5 زبرة 3 1 2 3. يبقى أنا كده عملت الإكزرسيس، خلصت اللي هو طالبه إيه. خلي بالكم أنتوا بتحلوا كل اللي مطلوب، مش جزء وجزء. قال لي كونتي وكولوريه، يبقى انا لازم اعمل الحاجتين. Lorsqu'on demande aux élèves combien ont-ils de frères et sœurs, notez-le dans le tableau suivant. سألوهم عندكم قد إيه إخوات وبنات وولاد، فكانت الإجابات nombre d'élèves 3 élèves عندهم seul، يعني هما لوحدهم ما عندهمش ولا فرير ولا سور، 5 كان عندهم في seulement، 3 garçons seulement، و7 في garçons. وعندي تراسيس دي انفورماسيون اون كولون، يبقى هو مديني البيانات ومجرد ان انا هعمل كولوريه في الكولون اللي قدامي. فعندي مين سول توا، يبقى انا هعمل كولوريه لتوا كاري 1 2 3. خلي بالكم ان الزيرو اللي بيبقى هنا ده الخط اللي تحت، يعني ملوش حسبه، ما تحسبوش بكاري. الزيرو هو الخط اللي تحت، اللينيا اللي تحت. يبقى احنا كده عملنا سول. طيب في سولمون، في سولمون 5، يبقى انا جو trois coloriés 5 1 2 3 4 5 اهو. لو وقفنا حتى بالرجل هنلاقيها واقفه فعلا عند النيميرو 5. garçon seulement، garçon seulement 3 1 2 3. في اي garçon 7، يبقى je dois colorier 7 1 2 3 4 5 6 7. Exercice 5. Répondez aux questions suivantes en utilisant les graphiques suivants. Selon le graphique, combien de personnes aiment la pizza? Selon le graphique, combien de personnes aiment la saucisse? هنا بقى مش مطلوب مني ولا compléter ولا compter ولا colorier. مطلوب مني complète. يعني أجاوب على الكيستيون. Réponds aux questions suivantes. بيجيب لي الصورة أو بيجيب لي الفيجور أو الفوتو وبيقول لي اعملي بقى أنت إيه، جاوبي على الأسئلة. فعندي نمرو A selon le graphique combien de personnes aiment la pizza. لو جينا هنا بصينا كبر الفوتو كده هلاقي ان البيتزا فيها 1 2 3 4، يبقى combien de personnes، كام شخص، combien، كام، 4 4 personnes. Selon le graphique, combien de personnes aiment la saucisse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personnes aiment la saucisse. Exercice 6. Le graphique suivant montre ce que certains élèves font après le déjeuner. Complétez le tableau suivant du dessin. بعض الأنشطة اللي بيقوموا بيها الطلبة بعد الديجوني. فعندي هنا divertissement، divertissement اللي هو الترفيه، سومي النوم، education التعليم، ونوريتور الطعام. اوكي طيب انا عندي هنا ديفيرتيسمون، المفروض ان هو عامل لي كولوريه وانا بس هعمل كومبليت للطعام زي ما عملنا قبل كده. ديفيرتيسمون هنلاقي انه عمل كولوريه 1 2 3 وفعلا هو كاتب 3، يبقى انا هكمل بعد كده. سومي 1 2 3 4 5 6 7. Éducation 1, 2, 3, 4, 5. Nourriture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. يبقى الأفضل إن إحنا هنا نعمل كونتي، ما طلعش عندي كونتي مظبوط، يبقى أو مش عارفاه أقف بلاركس. طبعا هي في النماذج يعني الأرقام كانت لخفنة أو مش واضحة أوي، مش مفيش مسافات أوي، عشان كده أنا شرحت لكم طريقتي. A partir du graphique précédent, complétez نمبر دليف، كومبليتي هنا هعمل كومبليت بس، اجاوب على الاسئله بس، مفيش اي حاجه تانية. عندي فوتبول، هاند بول، باسكت بول، تنس، دي جو، وفي نمبر دليف. نمبر دليف كي جو لو هاند بول، هاند بول اهو، هعمل ايه كومبتي 1 2 3 4 5، يبقى 5 11.
Nombre d'élèves qui jouent le football. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Le football. Nombre d'élèves qui jouent le basketball. 1, 2, 3. Joue le tennis. 1, 2. Et dada, الشكل الثالث للرسم البياني او الاكزرسيس بتاعه الرسم البياني جرافيك اكزرسيس 8 دني اكزرسيس لو جرافيك سويفون ريبريزونت لو نومبر دو بيرسون كي بريفير دي كولور ديفيرونت ريبوندي او كيستيون سويفون يعني بيفضلوا الالوان المختلفه. فعندنا هنا في اورانج نوار بلو فير روج جون ده La couleur la plus préférée. Faites attention, خلي بالكم، هو بيسألني على البيانات، يعني بيقول لي إيه هي الرياضة المفضلة؟ سبور بريفيري، إيه هو كولور بريفيري؟ اللون المفضل، ولا بيسألني عن نمبر؟ عشان كده أكدت عليكم على كلمة نمبر، عدد، على كلمة كومبيان اللي حليناها فوق. معنى كده إنه بيسأل عن عدد، لكن لما يقول لي في الإكزرسيس هنا لا كولور لا بلو بريفيري، عشان الغلطة دي بتقعوا فيها، هو هنا مش عايز عدد، هو عايز اسم اللون او اسم الحاجه اللي هو بيسال عنها. La couleur la plus préférée des élèves. Qu'est-ce que ça veut dire la plus préférée? La plus يعني اعلى حاجه، اكتر حاجه، plus اعلى حاجه. مين اعلى couleur احنا شايفينه هنا؟ مين اطول واحد في الكولون؟ بلو. يبقى j'écris ici la couleur la plus préférée c'est bleu لان هو اكبر واحد واطول واحد. عكسه contraire La couleur la moins préférée. أقل واحد. Moins. أقل. Noir. لأنه أقل واحد. أقصر واحد. Le nombre d'élèves qui préfèrent la couleur orange et noir. خلي بالكم. فات attention. لما يقول لي إيه معناها plus. يبقى هنا أنا هعمل les deux. Orange و noir. الاتنين مع بعض. Je compte. Orange أهو. ونوار 1 2 3 4 3 plus 1 égal orange plus noir égal 4 يبقى ده النمبر d'élèves qui préfèrent la couleur orange. Bonne chance à l'examen et au revoir.